في منطقة اليورو يهدد مزيج أسعار الفائدة المرتفعة والتوجه نحو تقليص الإنفاق الحكومي بتداعيات مؤلمة على النمو. يتوقع أن تعاني اقتصادات المنطقة انكماشا يتراوح بين 3.8 إلى 5% خلال هذا العام المقبل، هذا بحسب بلومبرج إيكونوميكس. وفيما يتوقع الفيدرالي الأمريكي هبوطا سلسا، إلا أن حسابات نظيره الأوروبي تشير إلى صعوبة تحقيق ذلك. فتداعيات دورة التشديد الحالية قد تتجاوز مستويات ما قبل الأزمة المالية العالمية، وقد تضاهي أثار أزمة الديون السيادية قبل عقد من الزمن. وبحلول يناير المقبل سيكون قد مر 18 شهرا على أول عملية رفع للفائدة من قبل المركزي الأوروبي، وخلال الشهر ذاته سينتهي تعليق قواعد الديون والعجز الصارمة الخاصة بالاتحاد الأوروبي، إلا أن مستويات الديون المتضخمة بعد جائحة كوفيد جنبا إلى جنب مع ارتفاع تكاليف الاقتراض سيقوض بشكل أكبر قدرة الحكومات على مواجهة الضغوط الاقتصادية والسياسية مع تكبد النمو حصته من تداعيات خفض الإنفاق. وينضم إلي الآن من لندن جابرييل شتاين، وهو مؤسس شتاين براذرز. أهلا وسهلا فيك جابرييل مرة أخرى على البرنامج. الريمت أو مهمة المركزي الأوروبي هو الالتفات أو هي الالتفات لمستويات التضخم ومحاولة طبعا وضعه تحت السيطرة، لكن بنفس الوقت في سبيل السيطرة على التضخم اقتصادات منطقة اليورو تعاني وبشكل كبير، فكيف يمكن أن التوازن بين الغرضين، وما هي إذن هل تتغير المهمة في ظل هذا التراجع الحاد في نمو اقتصادات أوروبية على سبيل المثال في ألمانيا؟ دعيني أجيب عن السؤال الثاني. الواجب لن يتغير، فتغيير واجب البنك المركزي الأوروبي يحتاج إلى تغيير معاهدة دولية وتغيير من جميع الدول المعنية، فهذا لن يتحقق. أما السؤال الموازنة أو كيف بالإمكان الموازنة، البنك المركزي الأوروبي حاله حال معظم البنوك المركزية الأخرى هو بدأ تشديد سياسة نقدية في وقت متأخر ورفض أن يصدق أن هناك مشكلة تضخم في البداية. إضافة إلى ذلك، وكما حصل مع البنوك الأخرى، هم أرادوا إعادة الفائدة إلى المستوى الذي يعتبر طبيعيا. هذان أمران مفهومان، وفي الوقت الحاضر التضخم في منطقة اليورو ما زال مرتفعا جدا، والفائدة الحقيقية في النطاق السالب بالمعيار الحقيقي، وهم يواجهون مشكلة. وأنا أخشى أنه لابد من مقايضة، فلوقف السخونة في الاقتصاد لابد من إبطاء وتيرة النمو الاقتصادي. هذا أمر واضح. هل سيكون الوضع بالسوء الذي تتوقعه بلومبرج؟ هذا الأمر غير مرجح جدا. أولا، التضخم في منطقة اليورو سيتراجع تراجعا حادا في الأشهر 12 المقبلة، هذا الأمر واضح من مسوح الشركات والبيانات النقدية. لكن هل هذا يعني أن منطقة اليورو ستتفادى الركود؟ ربما لا، لكن على الأغلب سيكون الركود طفيفا ومعتدلا نسبيا. وإذا كنت محقا بخصوص التضخم، فإن البنك المركزي الأوروبي سيوقف رفع الفائدة في وقت من الأوقات ضمن الربع الحالي، وربما يبدأ بخفض الفائدة مجددا ولو بشكل طفيف في مطلع العام 2024. إذن ما تقوله بلومبرج هو نوع من النبوءات التي تبدو جيدة وتحظى بالاهتمام، لكن يمكن أن تنسى لاحقا عندما يتبين أنها كانت خاطئة. أنا أتساءل لماذا لم تعود كلمة fragmentation إلى الصدارة، وهي أو محاول يعني وهي ما كانت تم اعتمادها أو تم تكريره في بداية هذه أزمة التضخم وبداية أزمة الارتفاع بأسعار الطاقة وما إلى ذلك، حيث أن يعني لا يمكن أن تكون سياسة واحدة تطبق على اقتصادات عدة من أحجام مختلفة ومعطياتها مختلفة. الآن هل ما زالت إذن
قرارات المركزي الأوروبي وسياسة المركزي الأوروبي هل تستطيع أن تخدم كل الاقتصادات من ضمن الاتحاد بنفس في آن واحد؟ Well, on the one hand, no. من جهة الإجابة كلا، وهي أصلا لم تنجح في هذه المهمة، لكن من جهة أخرى المنطقة هذه لن تنهار إذا لم تكن منطقة اليورو قد انهارت في 2011 أو 12، فهي لن تنهار الآن. لكن موضوع التشتت أو التباين المالي، هذه مشكلة تظل قائمة، وخاصة إذا كان هناك اعتقاد أن بعض الدول ستعاني أكثر من الهبوط الاقتصادي، فسياساتها المالية ستكون أكثر تساهلا والتضخم فيها سيكون أعلى مقارنة بالدول الأخرى. ساعتها يمكن أن نكون أمام تباين أو تشتت أو fragmentation كما تقولين. لكن البنك المركزي الأوروبي هو في تحرك جذري يتجاوز واجبه المعطى له. حاليا لديه أداة لمحاربة هذا التباين أو التشتت، وهو يستطيع دائما ولو بشكل مؤقت أن يضيق الفوارق العوائد بين سندات الدول. أما على المدى البعيد فالتباين هذا أو التشتت أو الفراجمنتيشن، هذه المخاوف المتعلقة بهذا الأمر ستظل تقلق المستثمرين بين الفترة والأخرى. ولكن مجددا أنا لست قلقا بخصوص هذا الأمر حاليا، في جميع دول منطقة اليورو تعاني على قدم المساواة نسبيا، وعدم المساواة هي أو هو ما يقود إلى هذا التباين أو التشتت. الولايات المتحدة تسير على أساس سيناريو الهبوط الثالث، هو السيناريو يعني بالوقت الحاضر. إذا ما سمعنا لمعظم أعضاء الفيدرالي وأيضا لمعظم كبار بيوت الخبرة بأنه هناك هبوط ثالث، هناك تفادي للركود، ما هو السيناريو الأنسب برأيك في منطقة اليورو؟ Well, as I said, I think there's going to be كما قلت سنكون أمام ركود. هذه هي النظرة المستقبلية، لن يكون الركود عميقا، وهذا أمر جيد. وإذا كنت تسألين عما يجب على منطقة اليورو فعله، برأيي هذا سؤال كبير. فالسبب الذي يجعل أمريكا تعاني بمقدار أقل وأنها ستحقق هبوطا ثالثا، لأن الفيدرالي تحرك في وقت أسرع مقارنة بالبنك المركزي الأوروبي، والفيدرالي تأخر لكنه سارع في التحرك، كما أن اقتصاد أمريكا أكثر مرونة من اقتصاد منطقة اليورو. وهناك نقطة إضافية ذكرتيها أنت لها علاقة بالإنفاق الحكومي. القطاع العام في الولايات المتحدة أصغر حجما مقارنة بالاقتصاد مقارنة بمنطقة اليورو، وبالتالي إذا خفضت حكومات منطقة اليورو الإنفاق الحكومي، هذا الأمر سيترك أثرا أكبر على المدى القصير على التطور الاقتصادي فيها. ولتغيير هذا الوضع، هذا الأمر يتطلب مشروعا يطبق على مدار عقود، وبرأيي هو مشروع لا يحظى بالشعبية في المنطقة. فالأوروبيون يرغبون باقتصاد ينفق أكثر على معيشتهم مقارنة بما نراه في أمريكا. لو سمحت لي سأرمي المملكة المتحدة في نطاق نقاشنا الآن، ماذا عن المملكة المتحدة؟ صحيح المركزي الأوروبي تأخر، لكن البنك إنجلترا كان من أوائل من بدأ حملة التشديد. يبدو بأن وضع إنجلترا اليوم أسوأ من، ما بعرف إذا رأيك كمان، أسوأ من الاتحاد الأوروبي. ما هو وضع بريطانيا الآن ما بعد بريكزيت في هذه الأزمة؟ هل تستفيد بريطانيا الآن إذن أو تجد الفائدة من خروجها من الاتحاد الأوروبي، أم هي في وضع أسوأ؟ Well, I'm a partisan here because I voted against Brexit.
من الناحية الاقتصادية، البريكزيت كان دائما فكرة سيئة، ومعظم من دعموا البريكزيت ربما حاليا إذا نظروا إلى الوراء سيوافقون على أنهم كانوا مخطئين، وكانت هناك أسباب أخرى للتصويت عليه. يبدو أن المملكة المتحدة تعاني من مشاكل، ويبدو أن التضخم أكثر عمدا، وإن كان برأيي سيتراجع هنا أيضا. لدينا مشكلة جدية تتعلق بالبنية التحتية والاستثمارات في البنية التحتية لدينا، وبصراحة لدينا بنك مركزي كان يتمتع بعدم الكفاءة لفترة طويلة وسنوات عديدة. وفي هذا البرنامج بالذات أنا قلت لكم سابقا هذا العام عندما قال بيلي أن الأسواق تعتقد أن الفائدة ستصل إلى 5.25%، وأنا قلت أنه إذا قال أن ذلك لن يحصل أنا كنت واثقا أنه سيحصل. إذن بالمجمل في حالة المملكة المتحدة هناك مشاكل بنيوية أكبر، والبريكزيت فاقمها. مشاكل البريكزيت قد لا تكون كبيرة من الناحية الاقتصادية، لكنها إذا أضيفت إلى كل شيء آخر تصبح مشكلة إضافية أيضا. صحيح جابرييل، ذكرتك قوي، أنت ذكرت 5.2% هذه المقولة من أندرو بيلي على هذا البرنامج وسدات. شكرا جزيلا لك جابرييل شتاين.